المهم بسم الله الرحمن الرحيم ياتي هذا الشكل الاحتجاجي في اطار التفاعل مع البيان الوطني الذي دعا له السقف الخماسي في اطار يعني التراجع الذي يعرفه قطاع التعليم بخصوص الهجوم على المكتسبات اللي هي مكتسبات حقيقيه ديال النساء وجهات التعليم وفرض واحد السياسه جديده اللي كاين الرمز ديال الان الواجهه الاماميه ديالها هي سياسه التعاقد. بالتالي نحن نرفض هذا التعاقد بشكل اساسي ونعتبر على ان الادماج ديال هذه الوظيفه العموميه واعطاء كرامه نساء ورجال التعليم هي جزء من احترام هذا الشعب المغربي ومن احترام ابناء الشعب المغربي ومن اعطاء واحد الجوده في حده الادنى في قطاع التعليم. بالتالي هناك مخططات اللي هي مخططات كبيره ويرادوا تمريرها، نحن نرفضها ونعتبر على ان البديل هو خلق يعني الكرامه ديال رجل التعليم، اعطاء كرامه ديال رجل التعليم ومراه التعليم وخلق شروط رئيسيه للعطاء. اما على المستوى المحلي كنعتبر ان المدير الاقليمي الان ينهج واحد اولا عنده واحد الثقه في الذات ديالو كبيره وكبيره جدا في تفسير القوانين. نزلت علينا مذكره فيها منطق ديال الحراسه النظريه والجيش في العسكر، لن تغادر مكانك الا باذن مكتوب. هذه العمليه هذه هو اجتهاد اللي هو اجتهاد للاسف الشديد ديني وعن عقليه ديال واحد الخلفيه ديال ان هذا الرجل التعليم دائما خصو غير يهرب في الوقت اللي انه كاينه 10 ايام كيعطيها له القانون، انه كاينه ظروف خاصه في التغيب. والمشكل ماشي في الظروف الخاصه ديال التغيب ديال 10 ايام اللي كيعطيها القانون، المشكل في الفوضى اللي ممكن يمارسها اي شخص كيكون تحت الغطاء ديال المديريه الاقليميه، قابل ان بعض الناس كيمشيو وكانهم محميين لان عندهم علاقات خاصه الى اخره. اما يعني المساطر ديال التغيب كما هو معمول في المغرب كامل، اي شخص كيتغيب عنده مبررات خاصه كيعرفها الا هو، التقدير ديالها كيكون علاقته مع السيد المدير مع المديريه الاقليميه، ولكن فيها واحد الاحترام ديال الحد الادنى. صدرنا بهذيك المذكره كيقول لك اي تغيب عن مقر العمل لن يكون الا باذن مكتوب ولو للطوارئ، كتكون كاينه الحاصله للطوارئ ما كاينش تم استثناء. بالتالي اعتبرنا ان هذا المدير الاقليمي يريد تفسير القوانين لوحده في المغرب كله، وهذا الامر هذا ماشي صحيح، كيخصو يعني يحترم القوانين ويجير بها العمل. الا كانت شي حاجه جديده يفرضها في المغرب كله ويديروا مذكره في الموضوع، هذا من جهه. بالتالي ديك المذكره تاني المشؤومه تاني كنعتبرهم على انها تاني مو عن عقليه هذا المدير الاقليمي، لانه ما كيحترمش نساء ورجال التعليم، وبالتالي كيبغي يتعامل معهم انهم واحد الجماعه ديال الناس ما كيخدموش، خصني نضبطهم خصني نعمل له، في الوقت اللي كاين ناس يعني اداوا واحد الخدمه جليله واللي معروف من عند الخاص العام بالانضباطيه ديالهم الى اخره. وبالتالي تعميم ديك المذكره كان عليه انه يعطي للمديرين انهم الساده المديرين ديال المؤسسات انهم يتصرفوا وعندهم ديك السلطه التقديريه اللي هما يعرفوا كل واحد وقيمته الى اخره. اما يعطي الموظفه في المديريه الاقليميه ويعطي الموقع الالكتروني ديالها هي ترد بواحد السرعه، وما عطي الناس لا 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 الامكانيه ديال التواصل، ما كاينش الكونيكسيون، وفي الباديه الناس كتوقع طوارئ معروفه، احنا بشر. تالي كيتعامل مع الناس على انهم الات، انهم عباره عن سكن عسكريه، لن يغادروا الاماكن ديالهم في الاماكن العسكريه الا بالاذن الكتابي. وهذا الامر هذا فاجانا بهذه العقليه اللي كيدبر بها المدير الاقليمي، اضافه الى امور اخرى في تدبير الموارد البشريه وامور اخرى مرتبطه بالمنطق ديال هذا البناء اللي بغى اللي كيديروا الان. خص على الاقل يوفر شروط ديال السلامه، يوفر شروط ديال عدم هدر الزمن المدرسي ديال التلاميذ. تالي كيجي كينزل البنايه الطاشرون حتى كيدخل كيصدق التلاميذ في واحد الظروف اللي هي ظروف غير سليمه في تدبير قطاع ديال البناء اثناء الممارسه ديال التلاميذ شنو سميتو الاستعمالات الزمن ديالهم اثناء التعليم. تالي بزاف ديال الامور اللي كتشكل خطوره، حنا نبهنا الى ان الردود ديالو كيرد، حنايا الردود الاعلاميه لحد الساعه كاين واحد التهافت ديال الردود، الردود كتبين انه يعني ردود ضعيفه جدا ليست في مستوى المشاكل اللي كيعيشها قطاع ديال التلاميذ. تحيه.